عائلة تبون تعتبر من أشرف القبائل التي كانت في الماضي أو أتت من منطقة سوات من أضرار، فجاءت على شكل قوافل واستقرت هنا في بوسمون. مع العلم أحمد تبون رحمة الله عليه، هذا الشيخ كان من حملة كتاب الله، كانت له اتصالات مع عدة جمعيات ومن بينها جمعية علماء المسلمين. سي عبد المجيد تبون بعد ما درج في قرا في الكتاب وقرا في الابتدائي والثانوي في تلمسان، جات الاستقاله عبد المجيد دار البكالوريا دا في تلمسان، خاطر حنا ما عندناش الليسي هنا. العام اللي دار الباك كان مجموعه كان ماجور برومو، وين في الطرف هذاك الوقت هذا كان قليش واحد اللي يتحصل على شهاده البكالوريا، راح لانه يعني بذكاء وفتنته دخل المدرسه الوطنيه للاداره هنا في العاصمه، وين تخرج منها بدبلوم مختص في الاقتصاد والماليه، وهذا اللي مكنه انه تدرج في عده مناصب في الاداره. من بعد مشى للسيرفيس. وقت ابو مجيد الله يرحمه قال لك قال لي سيدي يديروا سيرفيس ناسيونال. اش كيف هيك اون رونتر انسومبل يسموه شاشال. عينوا في بشار واضرار ومشى لباتنا. مشى لباتنا كان امين العام ولايه الاوراس، وكان الصديق نتاعه اللي كان يحميه بزاف وكان يبغيه الحاج الاخضر الله يرحمه. اول واحد اللي نفخ مياه هو عبد المجيد تبون. المياه صالحه للشرب، كي تكون الظروف في المنطقه هذا سيب لي زاكار هذوك الاقواس هذوك هو ذاك باش يخلي طابع نتاع اضرار البناء الريفي. اول واحد اللي خرج البناء الريفي هو اول واحد اللي خرج البناء نتاع البناء الهش. ذاك الوقت كانت الامكانيه كان قليله، ولكن كان واقف بروحه، تلقاه على 12 تعليل، تلقاه على الوحده تعليل مع الشونتيم. نشفى نقول لك واحد العام طاح تكسر ورجله بالبلاتر بالخزرانه بالاكوازا كيما نقولوا هنا، البيرو تاع المكتب تاعو في الكاتريام ايطاج ما يطلعش، يجي من دارو باش يقعد كيما الناس حتى يرتاح كونفاليسونس تاعو يرتاح ويلحي البلاتر ويجي يخدم، لا يجيب الاكوازا بالخزرانه تاعو بالبلاتر ويجي الريد شوسي ويجيبوا له كوري ويسميه ويخدم. من بعد جا التيارت، من التيارت مشى لتيزي وزو وقعدت محبه بين السبورتر تاع تيزي وزو ولي سبورتر تاع المشريه. ايا ومن بعد ولا وزير. لجيري تروي الشونسيور سون بيي. ان شاء الله يكون رئيس. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. رفدوا معايا يديكم. ان شاء الله يا رب ما يخيبكمش. ان شاء الله ما يخيبكمش. تحيا الجزائر.